خلال 2021 تأكد للديمقراطيين وبالذات للبيت الأبيض أن الحوثيين هم المعرقل الرئيسي للسلام في اليمن. وعندما رفع الرئيس بايدن الحوثيين من قائمة الإرهاب اشتدت ذراوة هجومهم في اليمن وعلى المملكة العربية السعودية، وارتفعت معدلات القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى ما يصل إلى 400%. وهذا يعني الحقيقة نتيجة مأساوية للسياسة الأمريكية، وربما أصبح لدى المشرعين الأمريكيين قناعة بأنه السياسة السابقة لم تكن سياسة ناجحة. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة هي أن المملكة العربية السعودية اليوم لم تعد تعتمد اعتمادا يعني كليا على واشنطن. اليوم في خطوط اتصال سعودية صينية، خطوط اتصال سعودية روسية، وتعاون عسكري مع بريطانيا ومع فرنسا مع اليونان أيضا مع عدة دول. فأي احتياجات للمملكة ستتأمن سواء في قطع الغيار الأمريكية الأسلحة الأمريكية أو في غيرها أو في صواريخ الباتريوت أيضا. فاليوم أنا أعتقد أنه أي تهور من الساسة الأمريكيين سواء في الكونغرس أو في البيت الأبيض نتيجته ستكون سلبية على السياسة الأمريكية وعلى الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، لأن فقدانهم لثقة السعوديين وصداقة السعوديين ستربك حساباتهم في المنطقة كلها. تعرف المملكة يعني لها مكانة ولها دور رئيسيان في الشرق الأوسط، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع الاستغناء عن الثقل السياسي السعودي في الشرق الأوسط.